أيضا أن أكون في رمضان زكاة الفطر. ما حكم زكاة الفطر؟ سؤال سهل، واجب على من؟ على المسلم القادر. اصبر يا الذي يمتلك قوت يوم. طيب الآن هل تجب على المسلم الصغير أو الكبير؟ الصغير أو الكبير؟ الذكر أو الأنثى؟ الحر أو العبد؟ نعم. طيب كم مقدار زكاة الفطر؟ مقدار زكاة الفطر كم؟ 5%. 5% من شغلك؟ لا، هذا زكاة مال. 2.5%. تكلم زكاة الفطر. نعم. صاع من طعام، والصاع يساوي 4 أمداد. طيب تخرج طعام، هذا الأصل، أن تخرج طعام تمر، زبيب، قمح، يصح أن تخرج من قوت البلد، رز، مكرونة، يصح. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يصح، اسمك أنت يعني. نعم، يقول يصح لأنه قوت البلد. لكن هل تخرج مال؟ لا. لكن عندنا بعض الناس يعني لديه إمام يثق في دينه وعلمه، وقال هذا أن أخذ بفتوى في كل المسائل وأفتاني أن أخرج ما. نقول خلاص أخرج ما، لكن الأولى أن تخرج ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأول. ولو أخرج على اتباع لهذا العالم إن شاء الله أنه مقبول، ما أحد يستطيع أقول هذا، لأنه رجع إلى عالم، أما يرجع إلى بواب المسجد أو إلى العرب ما يصح. متى تخرج زكاة الفطر؟ متى؟ إخوان وقت إخراج زكاة الفطر؟ 10 الأخير من رمضان. كأنكم ما عرفتم ما أحد أخرج زكاة الفطر؟ لها 3 أوقات، اللي يعرف 3 أوقات يجيبني. لها 3 أوقات، وقت جواز، وقت استحباب، ووقت تحريم. زكاة الفطر لها 3 أوقات، وقت جواز يتقدم يوم العيد بيوم أو يومين، يعني 29 و30 من رمضان، هذا وقت جواز. من صلاة الفجر وفجر العيد إلى صلاة العيد هذا وقت استحباب. وقت التحريم بعد صلاة العيد في اليوم 10 من رمضان، في اليوم 25 من رمضان، هذا وقت التحريم كله. لو أخرجها في اليوم 25 من رمضان صدقة من الصدقات وعند واحدة أخرى إن شاء الله. طيب إلى من تدفع؟ للفقراء المساكين. ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ تقدم معنا، ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ ما الحكمة؟ كف الفقير عن السؤال. نعم، تغني الفقير في هذا اليوم عن سؤال غيره. تساوي بين الفقير والغني. نعم، هذا غير، هذا ادخال السرور، هو هذا غير. العيد داخل عليهم تعويض، ما نقص الصيام. الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر الصائم تطهير للصائم مما اتى من اللغو وبطر، صيامك لا بد يكون فيه شيء. فهذا ان الحسنات يذهبن سيئات. طيب